ثانية واحدة ثانية أعزائي المشاهدين متابعي موقع مصراوي في كل مكان، معكم رمضان من الصحفي بموقع مصراوي. احنا النهاردة متواجدين مع حضراتكم يعني من محكمة جناح الدقي المنعقدة بمحكمة شمال جيزة الجزئية. طبعا النهاردة كانت محاكمة الرقاصة ليلى المتهمة بنشر الفسوق والخبز على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا احنا معانا محامي، معانا المحامي اللي هيحكي لنا تفاصيل اكتر. طبعا هي بالنسبة للراقصة دي تم توجيه ليها اتهام تحريض على فسق الفجور وممارسة الدعارة ونشر محتويات خادشة للحياة العامة، والمحكمة وجهت لها الاتهام. هي المحكمة قالت لها انت بتمارس الدعارة، طبعا هي انكرت هذا الاتهام. وبالنسبة لي بدأت الدفوع القانونية بتاعتي طبعا كقضية، وبفحص المحضر الشرطة وبفحص تحريات المباحث. تبين لنا ان التحريات غير جدية ومبنية على مصادر غير معلومة، غير معلوم مصدر سري. طبعا هو السيد مامور الضبط القضائي في تحرياته بالتحليل قايل ان جات له معلومات من مصدر سري. مين هو المصدر السري ده؟ احنا ما نعرفش. صح. المصدر السري ده المعلومات اللي ادلى بيها ليه كانت عباره عن ايه؟ معلومات ان هي بتقوم بنشر محتويات خادشه للحياه عشان خاطر جلب الزباين، عشان خاطر يتم الاتفاق معاهم، وهكذا. يتم الاتفاق معاهم على ايه؟ على فعل الرذيله. فعل الرذيله، ممارسه اعمال منافقه. ممارسه اعمال منافقه، تمام. هل هي بتتربح من الفيديوهات بتاعتها؟ مفيش اي تربح، والدليل على كده ان احنا ثبتنا امام النيابه العامه ان هي خاصيه التربح سواء على الفيسبوك او الانستجرام او التيك توك غير مفعله، وده اكبر دليل على ان مفيش تحريض على فسق الفجور، لان جريمه تحريض على فسق الفجور بتبقى فعل دي صفحتها الشخصيه العاديه، مش صفحه يعني ولا فيها خاصيه التربح نفسها غير مفعله. خلينا نتكلم عن التهمه المين في الموضوع، على التهمه الرئيسيه هي الفيديو اللي اتنشر ليها فيديو سير للشمس. ايه ملابساته؟ هي قصه الفيديو دوت ان هو كان من حوالي سنه او سنه وشهرين كان في حفله ليها في الساحل الشمالي، وطلعت باحدى البدل، فالبدله هي بتبقى مفتوحه، فتحت منها شويه وهي تم ربطها، يعني حتى قدام وكيل النيابه لما شاف الفيديو قال لها انا شايفك بتربطي الجيبه.
ففي رواد كتير طبعا اللي كانوا موجودين في الحفله بيصوروا، وطبعا الاستيج بيبقى عالي في ناس تحت شويه فبيصوروا، فتم تصوير بعض مقاطع الفيديو ليها وتم تقطيع صور كده ليها، وهي البدله وهي مقطوعه، هي ما كانتش مفتوحه يعني. ما تقصدش، لان هي وهي بترقص اتقطعت يعني، مفيش هي ما اتقطعتش، اتفتحت يعني، زي الواحد لما يبقى لابس بنطلون ضيق بتاعي مطاطي ومع الهواء طبعا كده، عارف الاستيدج بتاع الساحل الشمالي بيبقى مفتوح هواء، يعني الهواء فتح طير طير الجيبه، فهي حتى ربطتها وكملت الفقره بتاعتها. الشخص السري بقى كان قاعد لها على غلطه، استنى الفيديو ده. هو الفيديو ده تم تداوله على الفيسبوك وعلى مواقع كتير، مش على صفحاتها الشخصيه، ده على صفحات تانية، ناس بقت تنزل الصوره، تنزل مقطع الفيديو الصغير دوت الغير مقصود، اللي هو ما فيش قصد جنائي ليه. يعني هي النيابه العامه وجهت لها اتهام ان في قصد جنائي ان هي تعمل التصرف ده، ولكن هو ما فيش قصد جنائي، هو الموضوع جه صدفه وممكن يحصل مع اي فنانه على اي ستيج. القاضي ايه التهمه اللي وجهها لها؟ هي التهمه في اربع اتهامات: تحريض على قسم الجمهور، وممارسه دعاره، ونشر محتويات خادشه للحياه، ومخالفه القيم الاسريه، وفعل فاضح في اماكن عامه. خلينا نتكلم عن دفاع حضرتك النهارده في الجلسه. هي الدفاع القانونيه انا ركزت جدا على بطلان التحريات لكونها تحريات غير جديه ومكتبيه، وان هي جايه عن طريق مصدر سري غير معلوم. فطبعا النهارده السيد مامور الضبط القضائي يعمل تحريات مباحث على مصدر سري، طبعا المصادر السريه دي كلنا عارفين بيبقوا مرشدين، بيبقوا اشخاص عاديين، ممكن شخص معاه مشكله مع الشخصيه دي فيقول معلومات عنها وخلاص وهكذا. فهي التحريات اتبنت كلها على مصدر سري، وعلى الاساس ده تم عرض التحريات على النيابه العامه، وتم استصدار اذن من النيابه العامه لضبط المتهم. ولكن انا من ضمن الاساسيات الكلام اللي انا قلته النهارده في مرافعتي، لما هي طلع لها اذن من النيابه العامه ليه ما تمش ضبطها واحترام من منزلها؟ يعني اللي هي تم ضبطها احترام من فين؟ هي تمت من الشارع، وهي نازله من شغلها في الشيراتون في الشارع، تم شغاله في الشيراتون ونازله اتخذت. طب انت النهارده لما في اذن نيابه بضبط واحضار المتهمه وتفتيش مسكنها، انت ليه ما اتخذتش فعلا الاجراء دوت وتم تفتيش مسكنها، ونشوف اذا كان في افعال اللي هي مكتوبه في المحضر دي موجوده فعلا في منزلها او لا؟ ما لازم يبقى في حاله تلبس. خليني اسال حضرتك سؤال، في تفصيله بسيطه في سؤال طرحه زميلي من شويه في كون دفوع حضرتك. الدفوع دي هيئه المحكمه واجهتها ازاي، او كان ردها او تعقيب عليها ازاي؟ لا، هي المحكمه ما بتعقبش على اي دفوع. هي المحكمه بتستمع، هي لا ما بعد ما استمعت يعني، لا القرار بيبقى اخر الجلسه. هي المحكمه بتستمع للدفوع والدفاع كاملا، وفي النهايه ما بتديش قرار الا في نهايه الجلسه، ما بتعقبش على اي حاجه. خلينا نتكلم على جزئيه استشهاد حضرتك وفحص هواتف المحموله الخاصه بيك. جميل. طبعا معروف ان اي واحده بتشتغل في الدعاره او في افعال منافيه للاداب بيكون على الموبايل بتاعها فيديوهات، بيكون رسايل على الواتساب، على الفيسبوك، على ايا كان. النهارده لما النيابه العامه تفحص التليفونات بتاعتها وهم اتنين تليفون ومفيش اي رسايل او اي محادثات خادشه للحياه او اي محادثات ما بينها وما بين اشخاص، الكلام ده مظبوط في مظبوط للاتفاق، ما هو لو كان في الرسائل دي كانت اتطبعت واتحطت في المحضر. انا قصدي ان حضرتك مثلا مش بتقول كده لدافع شيء، بل حضرتك اطلعت على التحقيقات. لا انا كنت حاضر، متاكد ان الامور دي لم تثبت في المحضر، ان مفيش حاضر مع المتهمه يعني. انا كنت حاضر مبني على التحريات بالظبط كده، انا كنت حاضر التحقيق نفسه، وانا شخصيا طلبت من السيد وكيل النيابه قلت له سعادتك تفحص التليفونات، حتى التليفونات كانت مفتوحه يعني، ما على السيريال نمبر او كود او حاجه، كانت مفتوحه ولا كان في اي محادثات ولا في فيديوهات ليها مخله بالاداب العامه ولا اي شيء. كل ما في الموضوع في المحضر اللي هو الفيديو بتاع الساحل الشمالي اللي هو محطوط صوره منه في المحضر، والفيديو محطوط على فلاش. ولما السيد وكيل النيابه اطلع على الفيديو هو قال لها بنفسه كده ان في اللقطه دي انت كنت بتربطي الجيبه، قالت له بالظبط هي لما اتفتحت انا ربطت الجيبه او ربطت البدله. مش متعمده ومفيش اي قصد جنائي للموضوع، مفيش واحده هتطلع ترقص في الساحل. حضرتك انت قدمت النهارده وسط حفله وعندها قصد جنائي ان هي تحرض على الفسق والفجور على الملا، لان التعليقات كلها بتقول ان هي كانت متعمده. لا النهارده هقول لحضرتك على حاجه، النهارده دي فنانه رقص شكلي بمصنف فني متراقبه من المصنفات الفنيه، عليها مراقبه من اداب السياحه، جميع الجهات دي بتقوم بمراقبتها. النهارده لو كان عندها قصد جنائي اول واحد كان هيعمل لها محضر هي جهه المصنفات الفنيه،
اللي هو تعالي انت طلعتي في الحفله دي البدله بتاعتك حصل فيها كذا ففي مخالفه ليها، ولكن ده ما كملش لان ما فيش قصد جنائي وهم عارفين ان ده ما فيش قصد جنائي. وغير ان هي اساسا مش اللي هي نشرت الفيديو، ما حد تاني انت تكون هي، انت تكون هي مرتكبه الجريمه لو هي نشرت الفيديو على صفحاتها الخاصه، يبقى هي كده. ما ده فيديو متداول، لكن ده فيديو متداول عن طريق رواد. حضرتك النهارده قدمت لا مش مفعله ومزبوط دوت ان هي قصيت التربح على التيك توك. التيك توك اساسا هو مش شغال عليه، هو موجود بس عندها حساب رسمي عندها هي مش لا عندها حساب بس مش مفعله مش اكتف عليه مش اكتف طيب عليه. طيب حضرتك الانستجرام نفس الوضع، هو الفيسبوك بس وبرده مش متفعل حساب التربح او الحاجه. النهارده قدمت محتوى مستند، قدمت مستندات فيها الرخصه الفني، الرخصه الفنيه بتاعتها سنه 23 بتاعت السنه اللي فاتت والسنه 24 اللي هي الساريه حاليا، وقدمت شهاده طبعا ميلاد اولادها لان احنا بنلعب طبعا في الدفاع بتاعنا على الجانب الانساني والجانب القانوني. هي حضرتك هي اولادها عمرها قد ايه؟ ما اعرفش قوي بس هي مطلقه؟ ما طلعتش. مطلقه عندها كام ابن؟ 2 عمرهم. طيب تحدد ده 8 سنين و يعني لسه تحت سن يعني في سن الحضانه. لا تم اخلاء سبيلها كفاله ماليه يعني؟ لا ما تمش اخلاء سبيلها، هي اتحالت من المحكمه الاقتصاديه. لا سابقا، انا بقول سابقا قبل ما يتقبض عليها في قضيه ثانيه يعني. لا كان في قضيه ثانيه بس تم الحصول على الحكم بالبراءه فيها. تمام. في قضيه من سنتين كانت قضيه تفصيلها ايه بالنسبه للاحداث شويه او نسبه خطوه قدام ونشوف الشق القانوني في الموضوع بناء عليه. دلوقتي المحكمه قررت حاله القضيه الاقتصاديه للنظر فيها بالظبط. حضرتك القضايا اللي من مثل تلك القضايا الحكم فيها بيكون بتراوح من كام لكام؟ لا كعقوبه هي بالنسبه لنص احنا لو اتكلمنا في نص القانون بيبقى من سنه لثلاث سنين كعقوبه ده اللي مستنيه. وغرامه ماليه من قد ايه لقد ايه تتراوح؟ من 50,000 ل 200,000. عظيم. حضرتك دي العقوبه نص القانون. بناء على دفاع حضرتك واللي ناوي تقدمه ان شاء الله في القضيه، ايه اللي انت بتطمح فيه في القضيه؟ بص حضرتك، هي النهارده كون ان عداله المحكمه تحول المحكمه القضيه للمحكمه الاقتصاديه ده امر طبيعي، لان اي قضيه فيها جرائم الكترونيه او اتهامات خاصه بالسوشيال ميديا اللي بتنظر فيها المحكمه الاقتصاديه. قاضي الموضوع ما بينظرهاش، بيحولها حلقيه لحد دلوقتي لا عليها حكم ولا عليها اتهامات صريحه. مش هينفع يبقى نتكلم في اي حاجه خاصه بالاحكام الا لما يكون في حكم نهائي. صحيح. ولكن لحد النهارده كون ان المحكمه تحولها للمحكمه الاقتصاديه ده مش دليل على ادانتها، ولكن هو حولتها لعدم الاختصاصها هي واختصاص المحكمه الاقتصاديه في نظر هذه الجرائم تنظر في المحكمه الاقتصاديه ولذلك تم. ولكن انا بالنسبه لي كمحكمه اقتصاديه بالاوراق والمستندات واللي موجود في القضيه نفسها انا يعني واثق في براءه موكلتي بنسبه كبيره، لان المحكمه الاقتصاديه من المحاكم اللي بتنظر لهذه القضايا بنظره صريحه. النهارده في فيديو منشور مش على حساباتها، ملهاش دخل بيها، هي فنانة رأس شرقي بصفة رسمية وقانونية، والفيديو اللي تم تداوله ده تم تداوله عن طريق مواقع إلكترونية أخرى، فهي أصبحت غير مدانة. أما بالنسبة بقى للدعارة والتسهيل على الدعارة، مفيش في الأوراق أي إثباتات تدل على ده. يعني النهاردة المتهمة ما بيقبضش عليها وهي مع شخص أو مع راجل. النهاردة المتهمة مفيش رسائل ما بينها وما بين أشخاص للاتفاق بمقابل مادي على ممارسة الدعارة. صحيح. فكل ده انا بالنسبه لي يعتبر ما عنديش اي مشكله فيه لانه غير مثبت اطلاقا في القضيه. صحيح. غير طبعا احنا بنشوف قضايا كتير جدا بيبقى فيه محادثات ومراسلات وفيديوهات، ومثلا المتهمه بتفتح فيديو لاشخاص عن طريق برامج تانية وهكذا، لكن القضيه اللي قدامنا ما فيهاش اي حاجه غير الفيديو بتاع الساحل الشمالي اللي تم تداوله عن طريق مواقع الكترونيه اخرى. فالنهارده انا النقطه دي انا واثق فيها بالنسبه لمصر. رد فعل الاسره كان متواجدين معاها النهارده بولا لا كان امر طبيعي. احنا كنا طبعا متعشمين ان عداله المحكمه النهارده تنظر القضيه وتصدر حكمها فيها، ولكن برضو كون ان المحكمه تحيلها للمحكمه الاقتصاديه ده امر بالنسبه لي مش وحش. معانا استاذ حاجه اخيره كده، في حاجه ما اتكلمناش عنها القضيه حاجه حضرتك؟ انا كل اللي انا عايز اقوله ان المتهمه طبعا المتهم بريء حتى تثبت ادانته. كل الكلام اللي مكتوب في القضيه او في حالات المباحث مفيش اي دليل قاطع فيه صريح
وده مش كلامي، ده القضية نفسها بتقول كده. المتهمة هي فنانة رأس شرقي، والفيديو ده من سنة وشهرين يعني سنوي. يعني المفروض حتى لو اتكلمنا ان الفيديو ده مجرم فكانت تتحاسب عليه على الفور، بعدها بشهر بعدها بشهرين، مجرد ما تم تداوله على السوشيال ميديا كان يتقبض عليها ويقول لها تعالي مين اللي نشر الفيديو ده او اتعمل ازاي. ولكن ان احنا نيجي بعد سنوي ونتكلم في فيديو، مجرد فيديو يتم توجيه اتهامات عديدة تضر طبعا باسمها وبسمعتها وبشخصها وباولادها، فطبعا ده امر انا شايف ان هو غير مقبول. يعني مش مقبول يعني انا في الرأي ان هي تعمل مثلا يعني قضية مصنفات فنية مخالفة للمصنفات الفنية تبقى لقانون المصنفات الفنية، بدلة مخالفة مثلا او اي حاجة كنا هنقول ماشي وكنا هنصرح. وغير كده زي ما ستة قلت يعني حتى هي لما جيبت قطعت الهواء قطعها يعني، وفي الفيديو باين ان هي بتربطها مش اي مشكلة. فكان يتوجه لها تهمة مصنفات فنية وخلاص مخالفة بدلة مخالفة ايا كان. ولكن لما يتعمل عشان خاطر مثل هذا الفيديو تعمل قضية باذن نيابة وتحريات ويتقبض عليها في الشارع، ما يتقبضش عليها حتى في منزلها او مع شخص او مع راجل او مع زبون، لا مفيش كل الكلام لحد ما